السلام عليكم. السلام. تعرف عليك؟ اتفضل. اسمك ايه؟ محمد. اتفضل. محمد، انا شايفك كاتب يافطه على التوك توك. اه. اليافطه دي انت كاتب عليها مجانا لغير القادرين. تمام. يعني اشرح لي ازاي جات لك الفكره. والله هو في ناس والله يعني ظروف على قدها وكده، فمبقاش معاها وكده، فمش هينفع ان انا اوصلهمش، لازم اوصله بيته حتى لو هو ايه. فهو عادي يعني، دي حاجة ثواب مش اكتر. افرج اخر النهار مثلا ما لقيتش يعني مبلغ اللي انت مستنيه عشان تروح بيه للاسره في البيت. الحمد لله. الحمد لله. مرضي يعني؟ اه الحمد لله. متجوز؟ متجوز. عندك اولاد بقى؟ الحمد لله. طب افرض كان اكتر من واحد يعني في اليوم والناس سالتك قالت لك برضو احنا عايزين نركب ببلاش ليها رزق. والله لو اليوم كله كده الحمد لله يعني ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ايه رايك في الموضوع اللي الراجل المحترم ده عامله؟ والله حضرتك انا اصلا ما كنتش رايح مشوار، اما لقيت اليافطه دي لفتت نظري فقلت شوف الراجل ده صادق او بيكذب. السلام عليكم. قلت عليكم السلام، هتوديني المكان الفلاني؟ قال لي ماشي. طب بس بعد اذنك، كانت الفلوس وقعت مش معايا فلوس وبتاع. قال لي مش مشكله، مكان ما انت عايز تروح، عايز فلوس تنزل بيها بتاع. فالراجل مشكور ان انا راكب معاه، وده اللي حصل منه يعني، ذوقه وكرمه، فما اتكلمش. انا كده كده معايا الفلوس. يعني انت اصلا كنت مش رايح مشوار؟ انا مش رايح، انا اليافطه لفتت نظري، شدت انتباهي، فقلت انا الراجل ده بيتكلم جد ولا هو بيعمل كده ولا ايه. بس انت مش شايف ان دي غريبه يعني؟ حد برضو ايه، الناس منتشر عن التكاتك ان هم يعني متهورين شويه والكلام ده؟ لا والله مش كلهم، هو بس المشكله ان احنا الحسنه بتخص السيئه بتعم، فده اللي بيزيد الموضوع. لكن انا في ناس محترمه كتير بركب معاهم، معاها في اللي موظف وبعد الظهر يركب توك توك، في اللي معاهم مؤهلات وراكبين توك توك، مش كل الناس. هو يا ريت بس الحكومه تشد على ان هم ما يكونش فينا، في بعض الناس متسوله بتركب التوك توك. الحكومه لو شدت على الناس المتسوله دي ما تحاول تعمل لهم اي حاجه، ما يركبوش التوك توك عشان بيركب فيه بنتي اختي مراتي بتاع، ده اللي بيقلق. لكن حد زي الناس المحترمه دي، هي اليافطه حتى ان هو لو معلش ان هو مش كويس مش هيحط ورق زي دي. صحيح. وانا ركبت بقول له لو سمحت انا هرجع، انا معايا الفلوس عامه وقتها، فبقول له لو سمحت انا عايز اروح المكان الفلاني بس المحفظه وقعت مني، فهتعمل معايا ولا مش هتعمل؟ قال لي لا اتفضل اركب المكان اللي انت عايز تروح، مالكش دعوه ولا باي حاجه. يعني الراجل يشكر يعني، محترم جدا. شكرا ليك. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. تعرف عليك؟ محمد حمدي. محمد، انا شايف كاتب على التوك توك من بره مجانا الركوب مجانا لغير القادرين. الفكره جات لك ازاي يا حبيبي؟ والله الحمد لله بفضل الله. يعني انا الفكره مش من دلوقتي، الفكره بقى لي سنتين، اكتر من سنتين يعني. رمضان اللي فات ده، لا اللي قبليه. فكنت عندي، انا ساكن في مطار امبابه، ففي مكان اسم عند الجنينه حديقه سفاري بارك، عشان تيجي من عند الحديقه للمطار مشوار. وفي مكان اسمه سلم متعوق، عشان تيجي من عند السلم للمطار مشوار. فكان اخر 10 ايام في رمضان اللي فات ده، لا اللي قبليه، قررت يعني في ناس بتيجي ماشي عشان توفر 5 جنيه يجيبوا تمر، يجيبوا حاجه لاولادهم. فانا قررت استهدف الناس دي، كتبت الركوب مجانا، كتبت الركوب مجانا من الساعة 5 للساعة 7 كل يوم لغير القادرين. ما شاء الله. ده في الأول. في الأول. بدأت معايا كده. بعدين الحمد لله بفضل الله، والله ربنا كرمني، و يعني لقيت الموضوع بقى دعوات الناس ليا ما كنتش متخيلها يعني. فقررت إنك تكمل. قررت إن أكمل. فشوية أشتغل، شوية أبطل، شوية أشتغل، شوية أبطل، لأن كان التوك توك بتاع ناس يعني، مش كان بتاعي. دلوقتي أنا جبت ده قسط بقى يعني، الحمد لله، وربنا ينصر الأمور إن شاء الله يا رب. مش حاسس إن المسألة يعني عبء عليك أو حاجة؟ لا أبدا أبدا. ما هو أنا بقى اكتشفت حاجة مؤخرا يعني، كان أخويا الكبير الله يرحمه وسامحه من فترة كان توفى، وأنا بنزله القبر لقيت إن هو مش محتاج أكلة كويسة يثبت بيها جسمه، ولا فلوس يمشي بيها حاله. لقيت ان هو محتاج دعوه، وانا بفك عليه في القبر لقيت ان هو كل اللي محتاجه دعوه. افتكرت ساعتها اكتر وقت انا كانت الناس بتدعي لي فيه امتى، لقيت ان وقت المبادره. عشان كده من وقتها قررت ان انا لا يمكن اوقف المبادره دي، وبفضل الله عليا الحمد لله. يعني اكتر حاجه كنت بتمناها هي بتحصل، دعوات الناس ليا يعني. ربنا يقويك وتكمل كده ان شاء الله. طب احيانا بيكون في مرضى وكده بيوصلوا معاك؟ والله انا الفكره معايا، انا في ناس يعني ابتدت بقى المبادره، جرأت ناس نفسها عزيزه انها توقفني وتطلب مني طلبات. اللي هو عايزين يروح مشوار، عندهم حد مريض عايزين يوصلوه. يعني انا مثلا في منطقتي عندي حد بوديه مستشفى اليوم الواحد اللي في روض الفرج. ده 3 ايام في الاسبوع. بيعمل ايه بقى؟ الساعه 6 الصبح والساعه 1:30 اروح اخدهم اروحهم. ده عشان فضيل بيعمل غسيل كلى يعني هناك في المستشفى اليوم الواحد دي.
وفي ناس تاني يعني في شارع الأقصر بروح اوديهم مستشفى يعني الرمض اللي في اللي برضو في الساحل. يعني بتجه بالتوك توك ما يعني حتى مشوار قريب بعيد ما بتفرقش معايا كتير يعني الحمد لله. تحس ان ربنا بيعوضك ده؟ طبعا طبعا انا نعمه بقى البركه ونعمه الرضا. انا راضي الحمد لله برزقي بروح ببقى مبسوط. يعني ليه؟ لان انا لو مشاوير خسرت معايا في فلوس مش هتخسر معايا في الثواب. ربنا راضيك. الله يكرمك. شكرا ليك ليون سام. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه رايك في المبادره اللي الاستاذ عاملها؟ بصراحه الورق شدني والكلام شدني، فسالته انت بتعمل كده ليه؟ قال لي انا بعمل خير والكلام ده كله. فبقى من ساعتها صاحبي، وبقيت ان انا اي مشوار من ورشه عندي بجيبه اروح بيه، وشايف الناس كتير قوي متقبله واحنا ماشيين برده رايحين مشوار ولا اي حاجه، بتوقفه تقول له خد الفلوس ديت للناس اللي انت بتعمل ليها لله. فهو بيرفض مبدا الجنيه قد ما بيرفض الدعوات. اتكلمنا عن اللي انت شايفه دلوقتي والمبادره اللي الراجل المحترم ده عاملها. والله هو نموذج مشرف بالنسبه للتوك توك. نتمنى ان هو مثلا يعمل حاجه عمل خيري زي ده، فده تطوعا منه وربنا يجزيه عمل خيرا يعني. ففي نماذج كتيره جدا مشرفه بالنسبه لسواقين الدكاتره، مش كلهم وحشين، وفي ناس محترمه جدا جدا ومؤهلات عليا، وفي مؤهلات متوسطه، وفي صناعيه. فدي نماذج مشرفه بالنسبه لعمل التوك توك. كون الراجل ده يبدا يحط يافطه اللي هو من غير القادرين انه يوصل الناس المرضى والكلام ده، عمل تطوعي وخير، ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عنه خير ان شاء الله بامر الله ويبارك فيه.